قطعوا الكهربا عليا والحر بياكل فيا، وجتتي كده مهرية من حمو النيل يا ولاد. يما يا يما، عايز ايه يا واد؟ تعالي بالبودرة وبدريني. ابدرك؟ ايوه يما، حمو النيل هريني، الحر هيموتني. نعمل ايه بس يا ابني في الكهربا اللي كل شوية تقطع دي؟ هو صح يا ماما، بابا هيفضل عايش طول حياته كده في الاوضه ما بيطلعش. انت تعرفي ان بقاله دلوقتي اسبوع ما طلعش، وبندخل له الاكل والشرب جوه في الاوضه. هو بيعمل ايه؟ يعمل اختراع يا ابني، اختراع مش عارفة ايه هو. اختراع؟ ابويا انا بيعمل اختراع يما، ده ابويا ما بيعرفش يركب اللمبه الالواز. ما انا عارفة يا ابني، بس هو بيقول انا هعمل اختراع اريح بيه البشرية من الحر الشديد والنور اللي كل شوية بيقطع. بركولي بركولي، بركولي بركولي، نبارك لك. نبارك لك على ايه يا حاج؟ ان انت خلاص طلعت من الاوضة؟ نبارك لك عليه يا بابا، والنور قاطع والحر بياكل في جدتنا زي الوبا. عملت الاختراع يا واد، خلصت خلاص يا حاجة الاختراع. لا لا لا، ده انا لازم اشوفه. تعالوا ورايا وادخل الأوضة برجلكوا اليمين. يلا يما، لما نروح نشوف الاختراع بتاع ابويا. يلا يا واد. وهذا هو الاختراع. اختراع؟ هو ايه ده يا اخويا؟ ده جيركن. ايه، ما انا عارف. هو انا مش عارف ان هو جيركن؟ انا هشرح لكم الاختراع خطوة بخطوة، خليكوا معايا. اول مكون استخدمناه في الاختراع جيركن. ايوه عارفينه يا بابا، لما بقابل حد من صحابي واحب اقفشه اقول له اديك في الجيركن تركن، اديك في الجيركن تركن. تبركن يا اخويا على جنب لحد ما اخلص بيت ام الاختراع، ما تروشنيش. والمكون التاني معانا شفاط. مش هو ده الشفاط اللي كان في المطبخ يا حاج وخلعته وقلت لي هروح اصلحه؟ ما انا سلحته وقلت بقى ادخله في الاختراع. وتالت مكون معانا سلك كهربائي. وده بيشتغل ازاي يا بابا؟ ولو اشتغل هيعمل ايه؟ اصبر ياض، هفهمك على كل حاجة. وهذا الاختراع العجيب الغريب انا زودته ببطارية داخلية. البطارية دي لازمتها ان هو يتشحن ويشتغل والنور قاطع. طب حلو يا حاج والله انه هيشتغل والنور قاطع، بس لما يشتغل بقى يا حاج هيعمل ايه؟ انا هقول لكم، الجيركن بنفتحه من فوق ونحط فيه قطع تلج وميه، وبعد كده بنوصل الفيشه في الكهرباء، وبعدين هيعمل ماس كهربائي ونموت كلنا من الكهربين بدل ما نموت من الحر اللي احنا فيه. يختي يا ماما يا ماما يا ماما، الظاهر كده يا بابا الاختراع بتاعك جاب نتيجه، اخلص على امي من غير ماس كهربائي. ايوه يا واد، ما انا من يومي وانا مخترع. يلا بقى علشان ده دورك، روح انت حط الفيشه. بيختي انت يلا رايح فين؟ الله يخرب بيتكو، عيله ما بتفهمش في الاختراعات. A few moments later. يا سلام يا حاج، ده انا فرحانه قوي ان النور بقاله فتره ما قطعش. يا ولية حرام عليكي، قلتلك مليون مرة تقري المعوذتين قبل ما تتكلمي على موضوع النور ده. انت عارفة النور ده نجمه خفيف. وبعدين يا حاج في موضوع قطع النور ده، هو احنا مش هنخلص من القصة دي؟ انا زهقت. القصة دي كلها يا حاجة حلها في حاجة واحدة، ان احنا نخفف الاحمال. نخففها ازاي يعني يا اخويا؟ يعني يا حاجة بالمختصر كده، علشان نخفف الأحمال المفروض ما نشغلش التلاجات ولا الغسالات ولا البوتاجازات ولا التكييفات، زائد بقى الخلاطات، وزائد بقى اللمض، وزائد بقى أي حاجة بتوصل في الكهرباء نقفلها. طب ما هو يا أخويا كل ده بيحصل والنور مقطوع. لا انت مش فاهماني، ما هو المفترض نعمل الكلام ده والكهرباء شغالة، ما نشغلش أي حاجة من الحاجات دي ونموت يعني يا حاج. ما هم بقى استخدموا ذكائهم وبيثبتولك ان انت لو ما شغلتيش اي حاجة من الحاجات دي مش هتموتي، وبالدليل اهو النور بيقطع 70 مرة في اليوم وما بنموتش. طب يعني لو عملنا الكلام ده يا حاج الكهرباء مش هتقطع تاني؟ لا طبعا الكهرباء هتقطع يا ولية، ده بقت عادة من العادات زي الكنافة والقطايف بتوع رمضان كده، ما نقدرش نستغنى عنهم.
يا حزني الحزني يما. بابا بابا بابا، عايز يا سيدي من بابا؟ ما تسيبنا يا ابني بالنور اللي قاطع ده. انا جاي اقولك يا بابا انهم نزلوا جدول لمواعيد قطع الكهرباء، والجدول معايا اهو. جدول لمواعيد قطع الكهرباء، ورهوني كده. هو ايه حاج اللي مكتوب في الجدول ده؟ وايه جدول مواعيد قطع الكهرباء دي؟ ده يا حاجة بيقولك الكهرباء هتيجي الساعة كام وتقطع الساعة كام. يا حزني الحزني يما، حتى الكهرباء هنمشي فيها بمواعيد. ومين يا واد اداك الورقة دي؟ يا لهوي نسيت اقولك، ده الدهاني محصل النور وواقف برا وكان عايزك. محصل النور، خليه يدخل. ادخل يا عمو. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليك وصل كهربا يا أستاذ بألف وخمسمية جنيه. إيه إيه إيه، 1500؟ ليه؟ ده الكهربا يا أستاذ بتشتغل ساعة وتقطع ساعتين. ما هو يا أستاذ تكلفة الكهربا وهي قطعة أغلى من وهي شغالة. اللي هو إزاي؟ أيوة، هو مش في موظفين شغالين عشان يروحوا يفصلوا عليكم الكهرباء ويرجعوا تاني يشغلوا الكهرباء؟ وزي ما شفت في الجدول شغالين بمواعيد، الموظفين دي بتقبض، هنقبضهم منين؟ من جيوبنا يعني؟ ما تسألوا كده يا حاج، بيفهم في الكهرباء؟ ليه يا حاجة؟ يشيل لنا يا اخويا الفيشة اللي جوه اللي مقطومة في الحيطة ومش عارفين نطلعها. هو حضرتك بتفهم في الكهرباء؟ طبعا، ده انا كهربائي ابا عن جد، وبموت في حاجه اسمها كهربا وبعشق الكهربا. طب بقول لك ايه، كان في فيشه عندنا جوه مكسوره في الحيطه مش عارفين نطلعها. طيب اطلعها لك، بس افصل لي الكهربا الاول. انت هتهرق، ما هي الكهربا مفصوله يعني عمومي ومن عندكو. طب بصي لي في الجدول قدامها قد ايه وتيجي. قدامها مكتوب قدامي في الجدول لسه نص ساعه. تعالى وريني الفيشه. بس بقولك ايه، هتدفع لي الفاتوره. خلص المصلحه وهدفع لك الفاتوره، وهديك حسنتك كمان على الخدمه اللي انت هتعملها معايا. يلا تعالى ورايا. استنى يا حاج، خدني معاك، الا بخاف من الضلمه. هي فين الفيشه المقطوعه؟ اصل الدنيا ضلمه ومش شايف اي حاجه. بص، زي ما انت ماشي على طول على ايدك اليمين، حسس هتلاقيها. متأكد ان الكهربا مفصولة؟ يا عم وانا اللي فاصلها؟ ده انتوا اللي فاصلنا، وقلتلك قدامها نص ساعة، مش انت واثق من الجدول؟ ايوة طبعا، ده جدول ما يخرش المية. خلاص اتوكل على الله. على طول على ايدك اليمين. على طول على ايدي اليمين. ايوة متهيألي دي اهو، مسكت طرف السلك. يا لهوي يا حاج، الراجل الكهرب. واحنا مالنا، صاحبه هو اللي شغل الكهرباء بدري، ما مشيش على الجدول. A few moments later. منورة يما، منور يابا. بنورك يا حبيبتي. السلام عليكم. يا مرحبا يا مرحبا، نوركو غطى عالكهربا. عامل ايه يا حماتي؟ عامل ايه يا عمي؟ الحمد لله يا حبيبي. معلش بقى يا حبيبي، جينالكو في وقت مش مناسب. ايه اللي بتقوليه بس ده ياما؟ ده البيت بيتك. اصلي بصراحة الكهربا قطعت عندنا في البيت، وقلت اكيد هلاقي عندكو كهربا. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. الظاهر كده يا عمي ان انت ليك طلع على البيوت. بابا يا بابا يا بابا، عايز ايه يا واد؟ ايه اللي جابك والنور قاطع؟ ما سلمتش على جدك وستك ليه اول ما دخلت؟ الدنيا ضلمه ومش عارف انتوا فين، بس السلام عليكم. اللي عايز مني حاجه يمد شفايفه عشان مش شايفه. دلوقتي يا بابا انا عايز افهم، هو النور قطع ليه؟ وده مش ميعاده في الجدول. ايه ده، هو ده مش ميعادنا في الجدول ان النور يقطع؟ لا يا بابا، ده لسه فاضل ساعة الا ربع عما يجي ميعادنا في الجدول. وبعدين في حاجة تانية. ايه هي يا واد؟ العمارة اللي جنبنا فيها كهربا. فيها كهربا؟ فيها كهربا، والكهربا عندنا قطعة. ده ازاي بقى؟ اتصل لي يا عمي، اتصل لي بسرعة على شركة الكهربا. ثواني افتح لي السبيكر يا عمي.
السلام عليكم، شركة الكهرباء المقطوعة ترحب بكم. لقطع التيار الكهربائي ومشاكله اضغط الرقم 1. اضغط يا عمي. اهو سوف يتم تحويلكم الى احد مسؤولي خدمة العملاء لشركة الكهرباء المقطوعة، مع العلم ان هذه المكالمة سوف تكون مسجلة، يعني لو غلطت فينا هنجيبك ونعلقك من رجليك. السلام عليكم يا فندم، معاك شكرتون سعيد شكرتون، اتشرف باسم حضرتك والمشكلة؟ اسمي بريزة حسن بريزة. وبعدين يا استاذ سيبك من الاسامي والكلام ده، انا عايز اعرف ازاي الكهرباء تقطع عندنا قبل ميعادنا في الجدول. ازاي 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 تقطع قبل ميعادها في الجدول؟ لا ده احنا لازم نعالج المشكلة. وفي مشكلة تانية يا فندم، الكهرباء دلوقتي ما تقع عندي في البيت، والعمارة اللي جنبي الكهرباء فيها شغالة. ازاي؟ لا المشكلة تتحل دلوقتي حالا يا فندم، استنى معايا ثواني. ماشي اديني مستني. تمام يا فندم، هو مين قال لحضرتك ان العمارة اللي جنبك النور شغال فيها؟ ابني هو اللي قال لي. طيب معلش ابعته يروح يبص عليها تاني كده. روح يا ابني اتأكد له تاني ان الكهرباء شغالة. حمامة يا بابا، اديني بعته يروح يتأكد اهو. خلاص يا بابا، العمارة اللي جنبنا الكهرباء فيها فصلت والحمد لله. شفت يا فندم، ادي خلاص المشكلة اتحلت. في مشكلة بتواجه حضرتك تاني حلها لك؟ لا 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 بجد انا متشكر جدا، مش عارف اقول لحضرتك ايه، والله تسلمولنا بجد. هي الدنيا كده، يا نعيش عيشة فل يا نموت احنا الكل. A few moments later. انجدينا يا حكومة، انكزينا يا حكومة، اغرتينا يا حكومة. الحقنا يا بوكباشي، انكزنا يا بوكباشي، بنموت يا بوكباشي. هو في ايه بالظبط؟ مالكم داخلين مهيصين ومهللين كده ليه؟ الكهرباء الكهرباء كل شوية تقطع يا باشا، ومش عارفين نعيش حياتنا. لا عارفين ناكل ولا عارفين نشوف ولا عارفين نتهوى. طيب والاكل ماله ومال الكهرباء؟ ما احنا ما بنشوفش نعمل الاكل. بالنسبة للهوى احلها لكم، مش شرط مراوح مش شرط تكييفات، ربنا عامل لنا هوى طبيعي. افتح الشبابيك يا سيدي وفتح البيبان وهتتهوى. طب والضلمة يا بيه؟ ما بنقولك ما بنشوفش حاجة، طول اليوم ماشيين نحسس. هقولكوا، عايزكوا تسمعوا الكلمتين دول وتحطوهم حلقة في ودانكوا، الشوف مش بالعين. امال بايه؟ بالقلب، الشوف بيبقى بالقلب. صدقوني لو شفتوا الحاجة بقلبكوا الدنيا كلها تتغير، لازم يكون عندكوا بصيرة. يا لاوي النور قطع، الله يخرب بيوتكو وشكو فقر. بقولك يا شويش، خدهم لي هما الاتنين وارمهم لي في الحجز. من عيني حاضر. اختي اهو النور جه، خلي البصيرة تنفعك بقى. لا يا عمي لا يا عمي لا يا عمي، كده كتير. والله العظيم يا جوز بنتي فعلا كده كتير، الواحد زهق. ايه ده انا مش فاهمة حاجة. هو ايه اللي كتير يا حاج؟ وانت يا بابا زهقت من ايه؟ هو انت فاهمة حاجة يا ماما؟ وغلاوتك يا بنتي ما فاهمة، هما رجالة كده كلهم الغاز. في ايه يا جدعان؟ مالكو مكبرين المواضيع ليه؟ انا وعمي فاهمين بعض، اصل احنا قاعدين مستنيين النور يقطع بقالنا ساعتين والحد دلوقتي ما قطعش، حاجة تقرف. هو انتوا عايزين النور يقطع؟ الحق يا حماية، ده ما يعرفوش فوايد قطع الكهرباء. ايه ده هو انتوا ما تعرفوش فوايد قطع الكهرباء؟ هو قطع الكهرباء لفوايد يا جدعان؟ طب ما تقول لنا يا شملول انت وهو، ايه فوايد قطع الكهرباء؟ اول حاجة صلة الرحم، بتجمع الناس كلها مع بعض ونقعد كلنا في اوضة واحدة وعلى ضوء الشموع، وجميلة جدا لمرضى السكر والضغط، يعني مش هيقرا جرايد ويعكنن نفسه، ولا هيخش على النت ويعكنن نفسه، ولا هيسمع اخبار في التلفزيون ويعكنن نفسه، ضغطه هيتزبط وسكره هيتزبط. لا كمان، وبيريح حاسة البصر.
وبيقوي حاسة السمع وبيبقى إحساسك عالي علشان بتمشي تحسس، وناس كتيرة بينشط لها الدورة الدموية ويقوي لها عضلة القلب علشان بتطلع على السلالم مفيش أسانسير. وبعدين أفيد حاجة فيه ذكر الله. أيوة صحيح، أول ما النور يقطع تقول استغفر الله العظيم يا رب، وأول ما النور يجي تقول الحمد لله. طب هقولك أنا بقى يا شملول أضرار قطع الكهرباء، قوليلهم يا بنت قوليلهم، أنا قاعدة سمع وساكتة من الصبح. الكهرباء يا نصح انت وهو لما بتقطع الصبح بنعرق ونتغرق عرق، والمية ما بتطلعش غير بالمطور، والمطور بيبقى فاصل، يعني هتشموا ريحة عرق للصبح لما هتتعموا. تقوم على الصبح عايز تعمل حمام والنور قاطع، يعني مفيش مية، علشان المية بتطلع بالمطور زي ما قلتلك. قوليله وهنعمل ايه يا اخويا، هنمسك بطن العيال؟ هيضطروا يخشوا يعملوا. شم بقى يا اخويا روايح العرق مع الروايح التانية، هتعمل ميكس ايه فل. ايه رأيك يا عمي في الموضوع ده؟ ايه اللي يكسب، الاضرار ولا الفوايد؟ لا طبعا يا جوز بنتي، الفوايد هي اللي تكسب. عارف ليه؟ ليه يا حماية؟ علشان كده كده النور قاطع مش قاطع، هم رحتهم معفنة. اختي رجالة غم، قال احنا رحتنا معفنة. قال يا لهوي النور قاطع يا ولاد النبارة، يلا يا بنت نعرق ونشممهم العرق على حق. A few moments later. كنت عايزة اقولك على حاجة كده يا حاج. الله، ابتدت الاستوانة المشروخة. عايزة اقولك على حاجة كده يا حاج، قولي يا ستي اديني سامعك. لا بس انا عايزاك تحلف الاول وتقولي والله هقولك الحقيقة. احلف ايه بس؟ قولي وانا هقولك الحقيقة. بقولك يا حاج احلف واخلص، قول والله هقولك الحقيقة. يا لاوي انت بتتحولي كده ليه؟ ماشي يا ستي والله هقولك الحقيقة. ايوه تمام كده. هو انا بقى يا حاج لو جرالي حاجة هتتجوز عليا؟ يا بنتي الوربة حلفتيني عشان ما اعرفش اكدب، طب انا هخلع ازاي دلوقتي؟ جرى ايه يا حاج، هو السؤال صعب قوي للدرجة دي كده ولا ايه؟ الحمد لله النور قطع. هو انت بتحمد ربنا على قطع النور؟ يا ولية البني ادم لازم يحمد ربنا في السراء والضراء. مش مهم يا اخويا النور قاطع قاطع، جاوبني كده وانا مش شايفاك. هي دي فرصتي الوحيدة والنور قاطع اهرب. يا حاج يا حاج ما بتردش ليه؟ هو انت فين يا اخويا؟ هو انت شايف ابوك يا واد؟ لا يا ماما شكله مش موجود. مش موجود؟ يا حزني النور جه. تعالالي اللالي اللالي يا حبيبي تعالالي. المرة دي حسبي الله ونعم الوكيل، في بتوع الكهرباء مش عشان فصلوها علشان شغلوها. A few moments later. كنت عايزة اقولك على حاجة كده يا حاج. الله، ابتدت الاستوانة المشروخة. عايزة اقولك على حاجة كده يا حاج، قولي يا ستي اديني سامعك. لا بس انا عايزاك تحلف الاول وتقولي والله هقولك الحقيقة. احلف ايه بس؟ قولي وانا هقولك الحقيقة. بقولك يا حاج احلف واخلص، قول والله هقولك الحقيقة. يا لاوي انت بتتحولي كده ليه؟ ماشي يا ستي والله هقولك الحقيقة. ايوه تمام كده. هو انا بقى يا حاج لو جرالي حاجة هتتجوز عليا؟ يا بنتي الوربة حلفتيني عشان ما اعرفش اكدب، طب انا هخلع ازاي دلوقتي؟ جرى ايه يا حاج، هو السؤال صعب قوي للدرجة دي كده ولا ايه؟ الحمد لله النور قطع. هو انت بتحمد ربنا على قطع النور؟ يا ولية البني ادم لازم يحمد ربنا في السراء والضراء. مش مهم يا اخويا النور قاطع قاطع، جاوبني كده وانا مش شايفاك. هي دي فرصتي الوحيدة والنور قاطع اهرب. يا حاج يا حاج ما بتردش ليه؟ هو انت فين يا اخويا؟ هو انت شايف ابوك يا واد؟ لا يا ماما شكله مش موجود. مش موجود؟ يا حزني النور جه. تعالالي اللالي اللالي يا حبيبي تعالالي. المرة دي حسبي الله ونعم الوكيل، في بتوع الكهرباء مش عشان فصلوها علشان شغلوها. A few moments later. منورني يا عمي، منورانا يا حماتي، بنورك يا حبيبي.
ما تجيبوش سيرة النور بقى، الا يقطع. الله صحيح يا حاج، قبل ما النور يقطع انزل هاتلي الطلبات اللي قلتلك عليها. ماشي، نازل يا هدمة اللذات. هروح انا يا عمي اجيب شوية طلبات كده من تحت وارجع لكم على طول. في رعاية الله يا حبيبي. قال على كده يا بنت، هو النور بيقطع عندكم كل شوية؟ ايوة يا ماما كل شوية. قولي كل شويتين، كل تلاتة، كل اربعة. والله انا كان قلبي حاسس بمشكلة النور دي انها هتحصل. وايه اللي مخليك واثق كده يا حاج؟ من ساعة العشرين جنيه. العشرين جنيه؟ ايوة، ما هو عملوا العشرة جنيه الجديدة وكان بسم الله ما شاء الله وشها علينا زي الفل، غلت علينا كل حاجة. واول بقى ما عملوا العشرين جنيه الجديدة ابتدى النور يقطع. اهو جبنا سرتها، النور قطع. صدقتوني بقى. صدقناك. يا لهوي، بس انا جوزي اتاخر وتليفوني فاصل شحن، مش هعرف اكلمه. انا يا ستي هتسلك عليه، ثواني. اهو هتسلك، ما تلاقيش. بيدي جرس اهو. طب افتح يا بابا السبيكر. ماشي. الو، انت فين؟ كويس ان انتوا كلمتوني. انا في الاسانسير والنور قطع عليا ومحبوس ما بين الدور الثالث والرابع. يا لهوي يا حاج، وبعدين؟ ولا قبلين، ما تقلقوش عليا، عمري الشقي باقي، انا راجل وقدها وقدود. طب والحاجة اللي معاك دي يا اخويا، انت عارف ان انا محتاجاها دلوقتي، ابويا وامي عندي وكنت عايز اعمل لهم كيكة. يا ولية حرام عليكي، بقولك محبوس ما بين الثالث والرابع وتقوليلي كيكة. كيكة ايه بس؟ حرام عليكي. هو انت جايب مع الطلبات دي لبن؟ ايوة يا عمي جايب لبن. يا لهوي، ده كده اللبن هيقطع. طب ما تتصرف يا حاج وتحاول تجيبلي الطلبات دي، وبعد كده بانزل اتحبس في الاسانسير. يا مجنونة يا بنت المجانين، والله انا قافل، حسبي الله ونعم الوكيل. ما تزعليش نفسك يا بنتي، هي الرجالة كده ما بتحسش بالمسؤولية. شكرا يا حاجة. وعلى فكرة بقى، ممكن كلنا نكون ظالمينه، احنا ما سألناهوش جايب اللبن بلدي ولا جايبه بخيره. يا رب يا بابا يكون جايبه بخيره. بما ان الكهرباء قطعة ومش لاقيين حاجة نعملها، هسألك سؤال، ايه اصغر امنية ممكن تتمنيها؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ لا، في الدنيا. إن النور يجي وشغل المروحة اللي ورايا الحزينة دي. طيب ولو هنكبر الأمنية دي شوية؟ إن النور ما يقطعش غير ثلاث مرات بس في اليوم. لا، كبري الأمنية شوية. إنه يقطع مرتين بس في اليوم. لا، نكبر كمان شوية. انا عارفة ان الامنية هتبقى مستحيلة، بس يقطع مرة واحدة في اليوم. هو انت كل امانيكي عن الكهربا بس؟ هو احنا ورانا حاجة يا حاج غير الكهربا؟ ده احنا بنقوم من النوم نشوفها تقطع امتى وتيجي امتى، دي بقت اهم من الاكل والشرب يا اخويا. طيب ايه اكبر بقى امنية ممكن تتمنيها؟ برغم ان انا عارفة ان هي مستحيل ايه؟ ده مستحيل المستحيل المستحيل. ايه هي اللي مستحيل المستحيل المستحيل؟ ان الكهرباء ما تقطعش تاني. على رأيك ده كل يوم يقولوا لنا بكرة، بعده، الاتنين الجاي، التلات الجاي، وعدى 7000 اسبوع عالكلام ده ومفيش حاجة بتحصل. حلها من عندك يا رب. ويا رب الراجل اللي بيرفع سكينة الكهرباء تكون ايده مبلولة. امين يا رب. A few moments later. السلام عليكم. وعليكم السلام. معاكم برنامج بكل صراحة، ممكن اصور معاكم؟ يا حلوة يا اولاد، يعني هنطلع في التلفزيون؟ ايوة يا استاذ هتطلع في التلفزيون. ماشي طبعا، صور يا ابني، ابتدي. اهلا بيكم في برنامج بكل صراحة، ودلوقتي معانا اسرة مصرية بسيطة بتتكون من 3 افراد، هنسألهم ايه رأيكم في جدول انقطاع الكهرباء الجديد. اقول انا. اتفضلي يا مدام، قولي كلمتك. احب اقول للسيد المسؤول بتاع الكهرباء، بلاش يا اخويا تقطع علينا الكهرباء، الصبح بنبقى نايمين والمروحة يا دوب بتزق معانا اليوم،
وبلاش بالله عليك تقطعها الظهر عشان بنبقى لسه صاحيين وهنفطر ومش ناقصة فرهضة، الجو حر. إنما بقى يا أخويا العصر بلاش تقطعها برضو علشان أنا هطبخ، والله هطبخ. وبلاش برضو المغرب علشان أنا مرة حمرت البطاطس بالخل بدل الزيت والله. والعشاء بلاش بالله عليك علشان العيال بيخافوا يطلع لهم أبو رجل مسلوخة. إنما بقى بالليل خالص بلاش برضو لحسن بنخاف ننام في الضلمة. إنما بقى يا أخويا أي وقت تاني غير الأوقات دي اقطعوا عادي ولا يهمك. يا لهوي يا أما، هو في أوقات تاني غير الأوقات دي؟ حلها بقى يا عم المسؤول.